السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن جهاز إنذار لاسلكي بتركب على الأبواب والنوافذ ومانع للسرقة وحساس وصوته عالي جدا. طبعا الجهاز بيتركب بالشكل دوت، بيبقى فيه جزء ثابت في الحلق والجزء التاني في الباب أي جزء متحرك. طبعا هنتكلم باستفاضة عن الجهاز و الشكل وكل حاجة، بس دلوقتي أعرض لحضراتكم الصوت. أهم ما يميز الجهاز الصوت المرتفع جدا، لأنه بيوصل لحد 100 ديسيبل، ويعني كافي جدا إن هو يسمع في المناطق المفتوحة أو المناطق المسافات بعيدة يعني. والجهاز طبعا بيتميز بالصوت العالي جدا، حتى في الأماكن الضيقة بيوصل ل100 ديسيبل، يعني كافي جدا إن هو يسمع في المناطق البعيدة وكده. الجهاز مزود بمفتاح لفصله في حالة فتح الباب، بيتركب بالطريقة اللي هو الدبل فيس، بيتم لزقه عن طريق الدبل فيس. مادة لازقة بتبقى جاية أصلا في الجهاز من الخلف كده اهوت، بيتم لزقها على الباب من الداخل. فطبعا الجزء اللي هو بيتركب في الجزء المتحرك او الباب، وهنا هو بيتركب في الحلق في المكان الثابت. طبعا هنا هو بقى الاستخدامات العديدة بقى للجهاز، من ضمنها ان انا ممكن استعمله في السيارة، اركبه في العربية من الداخل، ممكن اركبه على النوافذ، ممكن اركبه على الشبابيك، ممكن اركبه على خزنة من الداخل. لو انا معايا خزنة مثلا ممكن احط فيها الجهاز من الداخل، وعند فتح الخزنة بيتم إصدار الصوت العالي دوت زي ما حضراتكم سمعتوه كده اهوت. ممكن نطور في الجهاز كمان أكتر وأكتر، إن احنا ممكن نخليه يصدر صوت أعلى من كده اهوت لو احنا خدنا الخرج بتاع على السماعة دوت وكبرناه ووصلناه على سماعة تانية. يعني طريقة كده الجماعة بتوع اخواتنا بتوع الإلكترونيات يفهموها أكتر. يعني هو طبعا هو 3 حجارة، طبعا ده شرح بقى تفصيلي بقى للجهاز. بقى هنا هو بيتركب ب3 حجارة، الحجر ده 1 1.5 فولت، تمام. وده الشكل بتاع الجهاز وحجمه زي ما انتم شايفينه كده اهوت. الجهاز بيجي تمن الجهاز انا اشتريته ب35 جنيه. في اماكن بتبيع الجهاز اغلى من كده اهوت، بس انا جبته من مكان يعني معين في البلد عندنا، عامل 35 جنيه بالظبط يعني. طبعا انا بحاول اخليكم تسمعوا صوت الجهاز بس بدون تداخل من صوتي، وشايفين المسافة ما بين اللي هي بتبقى متركبة ما بين الحلق وما بين الباب بالشكل ده. والجهاز بيشتغل افقي ورأسي، يعني ممكن تخليه في جزء افقي او جزء رأسي مفيش مشكلة خالص. يعني تركبه على باب اوتيل مثلا بيفتح من فوق كده اهوت، برضو مفيش مشكلة. هنا بقى بنحاول بقى نفهمكم بقى طبيعة عمل الجهاز. الجهاز بيشتغل عن طريق المغناطيس، يعني ده المجال المغناطيسي، بيشتغل عن طريق المجال المغناطيسي ده. هنا الجزء ده بيتكون من مغناطيس في الداخل، هنا في جزء فيه مغناطيس. فمجرد انت ما بتبعد المجال المغناطيسي بيتم اصدار الصوت المرتفع اللي حضرتك بتسمعه ده. كده يعني نتكلم بقى في نقطة ان كده السارق ما يستطيعش دخول المكان، لان هيحصل تنبيه عند فتح الباب. فحضرتك ممكن تركبه على أوضة الأطفال مثلا، لو أطفال صغيرة ابتدوا يتحركوا مثلا من المنزل أو كده هو، فتبتدي حضرتك تتنبه إن مثلا الباب تم فتحه. ده من الأنواع يعني اللي بنتكلم فيها. أتمنى أن الشرح يكون عجبكم واستفدتم معانا إن شاء الله. أتمنى الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.